هذا وقد التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية في القاهرة اليوم مع معالي الدكتور محمد مليكي بن عثمان الوزير في مكتب رئيس الوزراء السنغافوري الوزير الثاني للخارجية والتعليم، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط الجانبين وما حققته من تطور كبير على كافة الأصعدة وسبل تنمية التعاون والثنائي والتنسيق المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والجهود العربية الدولية التي تبذل لإنهاء الحرب على قطاع غزة والدفع بجهود إحلال السلام الدائم في المنطقة.